بعد تصريحه السابق لاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش يقدم اعتذاره إلى اللاعبين المحترفين. نشاهد. في البداية أود أن أقدم الاعتذار للزملاء اللاعبين وكل الجماهير العراقية عما بدر مني من تصريح سابق بخصوص بعض اللاعبين المحترفين، وأنا بدوري أكرر الاعتذار، وإن شاء الله جميعنا قلب واحد ويد ويد من أجل خدمة الوطن للدفاع عن عنوان الكرة العراقية. وبكل تأكيد لا يوجد أي خلاف أو فرق سواء بين اللاعب المحلي أو المحترف، هو أهم من سعادة الجماهير العراقية وأهم من الأول في الوقت الحاضر هو كسب نقاط المباراتين المتبقية في التصفيات المؤهلة للمونديال قطر.